هذا هذا اشنو قلت؟ واعطيني اشنو قلت؟ العمله هذيك الهضره هذا راه موظف مو كاين ضرايب ولد المقاومه مو كاين ضرايب كنبيع على الديمقراطيه حقوق الامازيغ اللي كيموتوا بالجوع السلاح كيموتوا بالجوع تبقى في تبقى يا طبعا من طبع الحال الاصدقاء ما عندهم مشاكل وبعاد وانا كنوب على الجمهوريين كنوب على الاحرار اللي ما كيتورتوش كنوب على الديمقراطيين اللي كيضادوا هذا النظام ديال الزبونيه وديال الاستعمار هذا النظام اللي كيبيع ثرواتنا الاقتصاديه ثرواتنا المعدنيه اللي لا بقينا عندنا الالكالاين اللي لقيناها في الجبال الاطلس الامازيغ كما كتعرفوا هذا كيستغل الفوسفات كل احنا واصلين للدرجه اللي احنا فيها اللي ما عندناش فيها الديمقراطيه ما عندناش فيها حقوق الانسان ما عندناش فيها ادنى مساعده للمواطن اللي هو التقهر واللي هو التنهبات ثرواته واللي هو كان جدود تحت الاستعمار الحال باقي مر فيه ما عندنا مستشفيات ما عندنا صيدليات ما عندناش يعني مساعدات في جميع الاوامر يعني التعليم ما كاينش ما عندناش ما عندناش الصحه ما عندناش العداله نسى العداله ما كايناش العداله.